بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 5. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح بارت نمبر 2 كونسبت 1.3 اكتيفيتي نمبر 8 بعنوان بلاستيك بوليوشن، يعني التلوث باستخدام الحاجات البلاستيك. We have learned from the previous lessons the human activity may negatively affect the environment as the impact of throwing plastic in the marine environment. يعني احنا عرفنا من الدروس اللي فاتت الانشطة بتاعت الانسان اللي ليها تأثير سلبي على البيئة، منها القاء زجاجات البلاستيك في البيئة البحرية. تعالوا نشوف بقى تأثير الضار للفعل اللي بيحصل ده. الواحد بيعمل الحاجة وما يعرفش ان هي ليها تأثير ضار جدا جدا على البيئة بيعيش فيها الكائنات البحرية. The effect of plastic product on marine life. Plastic in the sea affects marine life. لما انت ترمي الزجاجيات البلاستيك في المارين بتأثر جدا على المارين لايف. Where whales, sea turtles, sea bird and fish، كل الكائنات البحرية دي، الحيتان والسلاحف البحرية والطيور البحرية والأسماك، cannot differentiate. خلي بالك من الكلمة دي، مهمة جدا جدا. cannot differentiate between real food and plastic. يعني الكائنات البحرية دي يا ولاد ما بتقدرش تفرق ما بين ايه؟ ما بين الاكل الحقيقي اللي هي المفروض بتاكله وما بين الزجاجيات البلاستيك او الاشياء البلاستيك اللي بتترمي في البحر. على سبيل المثال زي ما انت شايف في الصورة، شايفين ايه؟ شايفين تيرتلز، سلحفاة مائية. السلحفاة المائية دي بتاكل ايه يا ولاد؟ بتاكل الجيلي فيش. الجيلي فيش الانديل، الانديل بيكون شكله بالشكل ده كده. طبعا اللي بيروح مصايف ولقدر الله اتلسع من الانديل عارف ان الانديل لسعته قوية جدا جدا، بتسيب علامة في الجلد. والانديل ده لونه بيكون شفاف، لون الاكياس البلاستيك. فلما الواحد بيرمي الكيس البلاستيك في المية، السلحفة دي هي بتتغذى على ايه؟ بتتغذى على الجيلي فيش، بتتغذى على الانديل، بتخلصنا من الانديل اللي بتلسع الناس لما بتنزل في المصايف في المية. يعني ليها دور مهم جدا. طيب هو الانديل لونه شفاف وشبه الكيس البلاستيك، لما انت ترمي كيس بلاستيك في المية هي مش بتقدر تفرق هل الكيس البلاستيك ده هو ده الاكل اللي هي هتاكله الجيلي فيش ولا هو ايه؟ فبتاكله، فبالتالي بتنضر جدا. Example number 1، How do sea turtles get harmed by feeding on plastic؟ ازاي السلحفاة المائية دي بتنضر لما بتتغذى على البلاستيك؟ Sea turtles cannot differentiate between jellyfish and a piece of plastic in water. زي ما قلنا هي مش هتقدر تفرق ما بين الكيس البلاستيك وما بين الجيلي فيش اللي هي بتاكله في المية. Therefore, sea turtles eat a lot of plastic thinking that is a jellyfish. فهي بتاكل كمية كبيرة من البلاستيك ومعتقدة ان هو ده الجيلي فيش الاكل بتاعها. So, sea turtles get harmed. لذلك هي بتتضر. طيب لو حصل لا قدر الله السلحفاة دي عددها قل او حصل لها انقراض، ايه اللي هيحصل؟ الجيلي فيش دول عددهم هيزيد جامد جدا جدا، فبالتالي الناس مش هتقدر تنزل المية، اي حد ينزل المية هيتلسع وهينضر. نمبر 2، How do coral get harmed by feeding on plastic؟ احنا اتكلمنا على التيرتلز، هنتكلم بقى عن الهارمد اللي بيحصل للكورال. الكورال كمان يا ميس بيحصل له هارمد. الكورال بيحصل له هارمد ليه؟ هقول لك انا. الكورال ده يا ولاد احنا قلنا ان هو مارين انيمال. مارين انيمال بيبقى واخد بالشكل ده كده، وبيبقى فيه هنا في المنطقه الاولانيه بتاعته بيبقى فيه حاجه عامله زي المصفى. المصفى دي فايدتها تعمل فلتر، تعمل فلتره للميه اللي داخلاله. هو بيدخل الميه من خلال الفتحات دي ويفلترها، وبعد كده ياخد الحاجات اللي هو بيتغذى عليها، الزوبلانكتون او الحاجات اللي بيتغذى عليها في الووتر.
طيب ايه اللي هيحصل لما انت بترمي الحاجات البلاستيك في الووتر؟ الحاجات البلاستيك اللي انت بترميها، الزجاجيات والاكياس، في حاجات منها بتتحلل لاجزاء صغيره جدا جدا، بنسميها مايكرو بلاستيك. يبقى بلاستيك برودكت جيت بروكن داون انتو سمولر بيسز، الحاجات البلاستيك بتتكسر لاشياء صغيره جدا جدا، بنسميها مايكرو بلاستيك. بنسميها ايه؟ بنسميها مايكرو بلاستيك. سمولر زان جرين اوف رايس، بتكون حجمها اصغر من حبه الرز. شوف حبه الرز بتكون صغيره قد ايه، البلاستيك لما بيتكسر بيكون اصغر من حبه الرز دي، بيتحول لماده اسمها مايكرو بلاستيك. وين كورالز فلتر، مهم جدا كلمه فلتر، سي ووتر، يبقى الكورال بيعمل ايه؟ بيعمل فلتر ذا سي ووتر من خلال المصفى اللي انا قلت لك عليها اللي بتبقى موجوده في الجزئيه دي، بيعمل فلتره للميه. طيب بيعمل فلتره للميه تو جيت ذير فود، بيدخل الميه ويفلتر من خلال الشبكه الفلتره اللي موجوده جوه منه وياخد الزوبلانكتون اللي بياكلها. طيب زي انجست ذيس مايكروبلاستيك، بيبدا ان هو كمان بيدخل المايكروبلاستيك دي تدخل جوه منه. ذات ار از سمول، بتكون حجمها صغير. از بيسز اوف فود ذات ذا كولر جيت فروم ذا ووتر سو ذا كولر جيت هارم، يبقى البلاستيك ده بيتحول للمايكروبلاستيك اللي بيكون اصغر من حبات الرز، فياما هو الكورال بيجي يتغذى وبيدخل الميه بيدخل مع الميه جوه الكورال، فلما بيدخل مع الميه جوه الكورال الجزيئات البلاستيك دي بتضر الكورال بتاعنا. يبقى دلوقتي الكورال بيعمل ايه للووتر؟ بيعمل فلتر ذا سي ووتر. في نوتس مهمة جدا بيقول لك a large quantity of plastic are thrown into the marine environment every year, most of them come from land. يعني كمية كبيرة من البلاستيك اللي بيحصل لها throwing يعني بتترمي في البيئة البحرية، بتيجي من الأرض، إن الناس اللي راكبين المراكب بيقوموا على طول رميين المخلفات بتاعتهم في المية، الناس اللي بتروح بتصيف بيرموا المخلفات والزجاجات البلاستيك في المية والأكياس في المية، فالتلوث ده أصلا جاي من فعل الهيومن اللي بيعيش على الأرض. نمبر 2 بلاستيك ار فيري هارمفول، البلاستيك بيكون هارمفول. يبقى لما اجي اقول لك البلاستيك هارمفول ولا يوسفول، بتقول لي هارمفول، ضار. ضار لمين؟ للمارين اورجانيزمز. طب ليه يا ميس هو ضار؟ because they are toxic and sharp، لانه بيكون سام وفي نفس الوقت بيكون حاد، عامل زي السكينه كده بيقطع في التيشوز بتاعه المارين اورجانيزمز. نمبر 3 if the amount of plastic in the sea or ocean increases، لو كميه البلاستيك ده زاد، plastic will harm marine habitats and affect the organisms that live in the sea. ياما كمية البلاستيك بيزيد في المية، ده بيضر طبعا بالبيئة البحرية والكائنات البحرية اللي بتعيش في السي أو الأوشن. Number 4 people can decrease this use of plastic product or recycle them. الناس المفروض ان هي تقلل استخدامات البلاستيك او ان هي تعمل له ريسايكل. ريسايكل يعني ايه؟ اعادة تدوير مرة تانية. Instead of throwing them in the sea، بدل ما يلقوا المخلفات في السي يعملوا اعادة تدوير للبلاستيك ده مرة تانية ويصنعوا منه حاجات بلاستيك وزجاجيات بلاستيك واشياء بلاستيك اخرى مرة تانية بدلا من ان هم يلقوه في السي. تعالوا نعمل check your understand، درس سهل لذيذ جدا مش هياخد 10 دقايق. Number 1 when the amount of plastic increases in the sea، لما البلاستيك كميته بتزيد، in the sea the number of marine organisms increases، عدد المارين organisms هي كمان بيحصل لها increase. true ولا false؟ برافو false، بيحصل لها decrease مش increase. انا بعمل ان انا برمي البلاستيك في المية، انا بعمل كده ايه؟ بعمل pollution، فالمارين organisms عددها بيقل لانها بتموت وبتتأثر بالفعل ده. Number 2 plastic are very harmful to marine organisms as they are toxic and sharp. ايوه احنا قلنا ان هو toxic وقلنا ان هو sharp، حاد
بيقطع التيشوز بتاعت المارين اورجانيزم، يبقى ذات ستلو. ايه الكلمات بتاعتنا؟ نركز بقى في الكلمات دي ونحفظها كويس جدا. بلاستيك برودكتس، منتجات بلاستيكية. انجست، يبتلع. توكسيك يعني مادة سامة. ديفرانشيت، يفرق، يعني ميقدرش يفرق ما بين الحاجة دي. مايكرو بلاستيك، جسيمات بلاستيكية حجمها صغير. شارب، حادة. بيس، قطعة. فلتر، قلنا الفلتر دي معناها يصفي او بيرشح المية. انستد اوف، بدلا من. جرين اوف رايس، حبة الارز. ريسايكل، اعادة تدوير. هارمفول، ضار للبيئة. عكسها اسمه يوسفول، يعني مفيد للبيئة. كده حبايب قلبي نكون خلصنا حل كده حبايب قلبي نكون خلصنا شرح ليسون 3 بالكامل على مدار حلقتين بارت 1 وبارت 2. ذاكروا كويس، وان شاء الله في الفيديو الجاي نبدا نحل مع بعض اكسرسايز اون ليسون 3. لو عجبكم الفيديو اشتركوا معانا في القناه، ما تنسوش نعمل لايك على الفيديو ونعمل مشاركه مع كل اصحابنا عشان الكل يستفيد. هسيب لكم في صندوق الوصف جروب التليجرام وسلسلة شرح فيديوهاتنا اللي شرحناها لحد دلوقتي. كانت معاكم دكتورة صفاء شعلان، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.